شرف المنصة الرئاسية في ساحة الاحتفالات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشيع السوداني المحترم، فأهلا وسهلا بمقدم سيادته الكريم ومرحبا بالضيوف والمهنئين الأكارم. شعارنا نمضي ولن عن دربنا نحيد، بعزمنا نبني وطن سلامه نشيد، يعزف بيننا الآن السلام الجمهوري. أجمد القطعات المستعرضة، استعد القطعات المستعرضة، دكّ سلاح السلام الجمهوري، القطعات المستعرضة، سلام خذ. القطعات المستعرضة، جنبك سلاح، القطعات المستعرضة، استعديح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة كريمة مباركة يتلوها بيننا القارئ الشيخ عبد المهيمن النعيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله.
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. جزا الله قارئنا خير الجزاء وأثابكم جميعا عن حسن الأنصات والأصغاء، إنه سميع مجيب. وإلى الذين رووا بدمائهم خصبة عراقنا الغالي وأناروا لنا بتضحياتهم الكبيرة الطريق إلى الحرية، إلى شهدائنا الأبرار، نقف إجلالا وإكبارا مع قراءة سورة الفاتحة المباركة ترحما على أرواحهم الطاهرة. اللهم تقبل ثوابها وارحم من أهديت له واحفظ من أهداها، آمين رب العالمين. يتقدم الآن أمر الاستعراض العسكري لطلب الإذن ببدء فعاليات الاستعراض. ألفت القطعات المستعرضة، استعد. الزهو والافتخار وهم يتقدمون إلى منصة التحية لنيل الموافقة على نثر باقات فرحهم والتي تحملها إلينا أغصان استعراضهم البهيج، استعراض عيد الجيش الأغر. إذا جلسوا كانوا صدور مجالس، وإن ركبوا كانوا صدور مواكب. نصير مهدي صالح، امر الاستعراض العسكري العام، القطعات المستعرضة جاهزة للتنفيذ. سيدي ما اروع التحية عندما يعبر السيف عن معانيها، فالعز تحت ظلال السيف معدنه، فاطلب بسيفك عزا اخر الابد. اذن لامر الاستعراض ببدء فعاليات الاستعراض العسكري الخاص بإحياء الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل. هذه الذكرى التي حملها إلينا صباح عراقي بغدادي جميل أشرقت شمسه من بين جباه العراقيين الغيارى، لتمتد أشعتها على طول امتداد أرض الرافدين الحبيبة. صباح الحب يا روعة الإحساس في أعماقنا،
صباح الود يا مساحة النقاء في دواخلنا، صباح الحب والشجن، صباح الخير يا وطني، صباح الخير يا وطن الأسفار والمراجل، يا وطن النهرين والسنابل، يا وارف الظلال ويا يانع الثمر، عشقناك منذ الصغر، عشقناك صبرا وبردا وحرا، يا صبر أيوب لا ثوب فنخلعه، انضاق عنا ولا دار فنرتحل، لكنه وطن أدنى مكارمه، يا صبر أيوب إنا فيه نكتمل، إنه العراق، السلام على العراق، وعلى شهداء العراق، وعلى شعب العراق، وعلى جيش العراق وقواته الأمنية البطلة، والسلام عليكم أيها المهنئون المحتفون الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الكرنفال الوطني العسكري الكبير، والذي يعبر عنه استعراض لجيشنا العراقي الباسل، وبمشاركة تشكيلات من القوات الأمنية والعسكرية الأخرى، وبرعاية دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم لإحياء ذكرى تأسيس جيشنا العراقي الباسل، جيش وفيه من الأبطال كل فتى عالي الجناب، عراقي به شمم، في صدره من أغاريد الردى طرب، في صوته من أناشيد الوغى نغم، كل عام وعراقنا الحبيب وشعبنا الأصيل وجيشنا الباسل وقواتنا الأمنية البطلة بألف خير ونصر وسلام. جل في علا، بدأ الغيارة من أبناء جيشنا العراقي الباسل، والمشاركة عزيزة بتشكيلات من وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، بدأوا استعراضهم العسكري البهيج إحياء للذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل، والذي سطر على طول مسيرة عمره الوفاء أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، وصولا لمعارك النصر على الإرهاب وتحرير مديننا العزيزة المعطاء. في القلب نحمل للغالين تهنئة تنثر شذاها عيون العيد في وطني. موكب أمر الاستعراض يتقدم المستعرضين دليلا للمرور من أمام منصة التحية. كوكبة من حملة الأعلام العراقية تقترب للمرور من أمام منصة التحية، لنقف جميعا تحية إجلال وإكبار لعلم العراق، الراية الخفاقة في المعالي والتي حملتها القلوب قبل الأيادي، علمي وشاحي وعزتي، علمي اسمي وهويتي، رمز العزة والكرامة والإباء، علم العراق. شعار جمهورية العراق رمز الحضارة والأصالة والأمجاد، سيد الأمم والبلدان وتاج الشعوب والأوطان، وخارطة الوطن الواحد مؤطرة بالحب والوحدة والتكاتف والسلام، حضارة مجد وشعب أصيل وأقدس أرض لأغلى وطن، تباريه عين الكريم الجليل،
جمال بلادي جنان عدن، شعار وزارة البواسل النشامى، شعار وزارة الدفاع تعقبه أعلام قيادات العمليات العسكرية وأسلحة الجيش الرئيسة، وهي ترفرف فوق رؤوس أبطالها في صباح عيدهم الأغر. كوكبة من حملة السيوف العربية تسبق الكراديس المستعرضة للمرور من أمام منصة التحية. أيها السيف الذي ظل المدى بين أسياف ذويه سيدا، الكلية العسكرية مصنع الأبطال تستعرض بكردوسها الآن للمرور من أمام السادة المهنئين الأكارم. هذه المؤسسة التعليمية التدريبية التي تأسست في العام 21 هي مصنع الأبطال والفخر لها. كلية مرموقة العنوان خرجت للجيش في تاريخها قادة فرسان في الميدان. ألف تحية لعمادة ومعلمي وشباب الكلية العسكرية. أهلا ببواسل القوات البرية، صناديد الصحراء وأسود البر، لا يعرفون بردا ولا حر، ولا تغمض لهم في ليل البطولة عيون، ولا ترف لهم في سوح الوغى جفون، رافعون دوما بيارق الحق والانتصار، القابضون على زناد جمر القضية بكل عزيمة وأسرار. شباب القوة الجوية يستعرضون الآن حبهم ووفاءهم في هذا الاستعراض العسكري البهيج. هذه القوة التي تأسست في شهر نيسان من العام 36 لتصل اليوم بصقورها النشامة إلى أن تكون مضرباً لأمثال البطولة والإرادة الصلبة. تحية لصقور الجو الأبطال. وها هم أصدقاء النوارس، رجال البحر الشجعان من أبناء قوتنا البحرية البطلة والتي تأسست في شهر آب من العام 37. هذه القيادة التي حفظت المياه الأقليمية وأمنت لها ممراتها باتجاه دول العالم. ألف تحية لرجال القوة البحرية الشجعان. أبطال مدرسة الرياضات الجوية يؤدون الآن إنزالا جويا يزين سماء الاحتفال. أهلا بحماة سماء وماء وأرض العراق، أهلا بفرسان طيران الجيش، أهلا برجال المهمات الصعبة. يا من أبليتم بطلعاتكم الجوية بلاء حسنا، وكنتم السند القوي لباقي تشكيلات جيشنا العراقي الباسل. ويمر الآن كردوس قيادة الدفاع الجوي البطلة. هذه القيادة والتي وإن جاء إعادة تشكيلها قبل سنوات معدودة، إلا أن همة رجالها واندفاعهم بالغيرة العراقية تحدوا الصعاب وبذلوا الجهود للبناء والتدريب للوصول إلى التكامل في الخبرة والعدد والعدة. تحية لأبطال الدفاع الجوي. قيادة عمليات بغدادنا الحبيبة تمر الآن من أمام منصة التحية. هذه القيادة التي تشكلت في مطلع العام 2007 لتؤدي مهاما بطولية كبيرة في حماية مدينة السلام ومنارة العلم والحضارة، إنها الغالية الحبيبة بغداد. علم العراق يهبط مع أبطال الإنزال إلى ساحة الاحتفال. ثغر العراق الباسم، البصرة الفيحاء، وهذا هو كردوس عملياتها. يمر الآن بكل زهو وجمال وانضباط، وهو يستعرض بشبابه الغيارة حبهم الكبير للأرض والوطن والجيش والشعب. أم الربيعين، وها هو عطر نصرها الفواح، يحمله كردوس عمليات نينوى والحبيبة، المشارك في استعراض عيد الجيش الأغر بكوكبة من أبطال العمليات النشامة، حماة الموصل ومناطقها العزيزة. أم الربيعين يا قيثارة الزمن، يا واحة اللؤلؤ المنثور في وطني.
ومن مدينة سيد الشهداء رمز التضحية والفداء من الحبيبة كربلاء، فهو كردوس عمليات كربلاء المقدسة يمر من أمام منصة التحية. رجال أخذوا على عاتقهم توفير الأجواء الأمنية الملائمة لهذه المدينة العراقية المقدسة ولزائريها الكرام. قيادة عمليات ديالا تمر الآن بكردوس شبابها الأبطال من أمام منصة التحية. إنهم البواسل الساهرون على أمن وأمان مدينة الخير والبرتقال ولوحة الإبداع والجمال، محافظة ديالا الحبيبة. وها هم أبطال قيادة عمليات الأنبار، شباب ونعم الشباب. إنها محافظة الأنبار الغالية والتي رفع الغيار في سمائها راية التحرير والانتصار. ونستقبل الآن كراديس وزارة الداخلية، العيون الساهرة على حماية أرواح وممتلكات الشعب والوطن، قوية في الحق رصينة في الأداء. كلية الشرطة العراقية والتي تأسست في العام 44 لتكون مؤسسة قانونية تدريبية مهمة ومتميزة، تحية لطلابي ورجالي ومعلمي كلية الشرطة العراقية. أهلاً برجال الشرطة الاتحادية الأبطال، رجال المواقف الصعبة والمهمات الخاصة، الذين أثبتوا إنهم أهل للنخوة والغيرة العراقية، فكانوا ولا زالوا سيوفاً تحصد رؤوس الإرهاب العفنة وتفرض الأمن والقانون أينما حط رجالها رحالهم البطولية. أعطت الشهداء الأبرار والجرح الأبطال وخطت لها سفراً بطولياً خالداً على طول مسيرتها الأمنية المشرفة، تحية لرجال الشرطة الاتحادية. وها هم أبطال قوات الحدود، مصابيح العراق الكاشفة عن خفافيش الظلام التي تحاول التسلل لإيذاء شعبه ونهب خيراته بالتهريب والتخريب. قوات مميزة نهضت بواجباتها ومهامها، تحية لرجال قوات الحدود. وتقترب الآن كراديس هيئة الحشد الشعبي، أبناء العراق وفرسان المرجعية، الوهبون الشهداء تلو الشهداء، قادة وأمراء، ومواكب عرسان زفت إلى جنان الخلد بأرواح شبابية. فهم فتية ترب العراق ضميرهم، شربوا الشجاعة والكؤوس بها رداء، هم آمنوا بحياتهم متيقنين بربهم ليقول زدناهم هدى. إنهم بكل فخر واعتزاز أبطال حشدنا الشعبي المجاهد، الذين لبوا للواجب والجهاد أشرف نداء، فتواجدوا على السواتر سندا للجيش وندا للأعداء. لبى النداء فكان الحشد مفخرة، في كل ساحات الفداء يقاتلوا، طير على رأس الطفولة حشدنا، وعلى الرؤوس الداعشية زلازل. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحشد الأبرار ولمجاهديه المخلصين الأخيار والمشاركين معنا في عيد الجيش الأغر من خلال الألوية المقاتلة، اللواء 8 واللواء 10 واللواء 40 الأبطال الميامين. وها هم رجال قيادة الفرقة الخاصة لرئاسة الوزراء يمرون الآن من أمام منصة التحية، رجال متميزون بالخلق والتدريب والواجبات القتالية، فكان لهم شرف المساهمة في صنع الانتصارات المتلاحقة في معارك النصر والتحرير، فضلاً عن واجباتهم البطولية في إفشال مخططات الإرهاب وحماية الأماكن الحكومية الحيوية والمهمة والتي يصنع فيها القرار العراقي، وتوفير الأمن للمنطقة الرئاسية ومحيطها، ومرافقة الوفود الرئاسية، وحماية الأنشطة والفعاليات الرسمية الحكومية والجماهيرية في العاصمة الحبيبة بغداد. تحية لأبطال الفرقة الخاصة.
يا ربيع الخير يا عشق المها يا صدى الأنغام في عود الشجن يا جمال الكون يا رمز البهاء نم قرير العين فينا يا وطن دارنا الأمجاد فيها ولها فيك نمضي فوق هامات الزمن شمسنا بغداد فخرا نورها نورها الأمجاد في ليل المحن عادتها لو لم يكن من الشعب لما كان الشعب ظهيره وسنده ولم يكن قد شرب من دجلة والفرات لما ارتوى غيرة وحمية إنه جيش العراق جيش الشجاعة والمروءة والوفاء فهو في ساحات الوغى يدافع عن الشعب والوطن وهو بين الشعب يوفر لهم الأجواء الأمنية لإحياء مناسباتهم بكل أمن وسلام جيش العراق وأي جيش منك للحرمات أهدى من مثل جندك كلما ندبوا أماتوا الخيل لكدا تحية لبواسل جيش العراق في عيدهم الأغر الآن كراديس الهرولة للمرور من أمام منصة التحية سينطلق أولا بالهرولة كردوس جهاز مكافحة الإرهاب فداء مجد شعار تردده حناجر أبطال جهاز مكافحة الأرهاب أبطال العمليات الخاصة أبطال جهاز مكافحة الأرهاب أبطال الميامين وشباب أباة مخلصين كانت لهم بصمة عراقية بطولية واضحة على صفحات معارك النصر والتحرير دعاهم الوطن الغالي فما بخل وأبخل الناس من يدعى ولم يجب ألف تحية لرجال مكافحة الإرهاب الأبطال كردوس أبطال القوات الخاصة للحشد الشعبي البطل يمرون بالهرولة من أمام منصة التحية شباب ونعم الشباب حملوا الوطن بين حدقات عيونهم ونبضات قلوبهم فجادوا بالغالي والنفيس من أجل سلامة شعبه الأصيل أن ضاق يا وطني علي فضاك فلتتسع بي للأمام خطاك بك همت أو بالموت دونك في الوغى روحي فداك متى أكون فداك مرحى لأبطال حشدنا الشعبي العزيز وها هم أبطال الصاعقة في قيادة فرقة الرد السريع هذه الفرقة البطلة التي تعد اليد الضاربة لوزارة الداخلية والتي حققت العديد من النجاحات الأمنية في القبض على رؤوس الإرهاب والممولين لهم من خلال الضربات البرية الخاطفة أو الإنزال الجوي الصاعق فرقة الرد السريع والتي تفتخر بمشاركاتها البطولية في معارك تحرير محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى
وبسط الأمن والقانون في المناطق التي لا تشهد استقراراً أمنياً، والمشاركة في حل النزاعات العشائرية واعتقال ومطاردات عصابات الجريمة المنظمة. تحية لأبطال فرقة الرد السريع. وتتقدم الآن كراديس القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل، أبطال يستعرضون بالهرولة لأداء التحية العسكرية وأظهار عزيمتهم المخزونة في بواطن أرواحهم النقية الشجاعة الصاعقة. إحدى التدريبات العنيفة للقوات الخاصة والتي تعتبر حجر الأساس لرجالها، بحراً وجواً وبر، مطراً وبرداً وحر، العطاء هو العطاء، تضحية وفداء، عهد ووفاء، شباب الصاعقة الأصلاء. إنهم حماة العراق، بواسل الوطن وجنوده الأوفياء، السور المنيع وقلعة البطولة والفداء. حماة العراق، عناوين الإخلاص وقاموس الإباء، مدرسة الجود والمحبة والعطاء. حماة العراق، حماة الأرض والشعب والوطن، صناع النصر ورجال الشدائد والمحن، حماة العراق. تتقدم الآن آمرية المراسيم العسكرية، حرس الشرف والجوق الموسيقي في صنف الموسيقى العسكرية، لتقديم فعالية فنية عسكرية. وقتا طيبا. يتقدمون الآن إلى ساحة الاستعراض لتقديم فعالية فنية. يعتبر صنف الموسيقى العسكرية من الصنوف الأولى في الجيش العراقي، إذ تأسس في عام 1922 وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية. وهذا الصنف المميز ومن خلال أجواقه الموسيقية يشارك في العديد من الواجبات والأنشطة الرسمية المتنوعة، وها هم فنانوه المبدعون يشاركوننا في استعراض عيد جيشهم الأغر، لينثروا أنغام فرحهم لحناً تغرد به بلابل الصباح. مرحى لمنتسبي وعازفي الموسيقى العسكرية. Thank you.
عام جديد فيه للفرح نصر وعيد، وفيه لجيشنا الباسل وشرطتنا الوفية ميلاد سعيد. صنعنا الحسم وأنهينا دويلة الخرافة الداعشية، كتبنا النصر بعطر السواتر وصوت البندقية، بدماء الشهداء انتصرنا، بتضحيات البسلاء انتصرنا. سيبقى الجيش حصن الوطن وسوره الكبير، سيبقى الجيش في بلاط البطولة أمير. إنه جيش العراق وإنه يوم تأسيسه الأغر. كتب الآن مبدعو الجوق الموسيقي أمامكم سادة الأكارم الرقم 103 ذكرى تأسيس جيشنا العراقي الغالي، عمر وفاء ومسيرة المعطاء. تقدم الآن حرس الشرف في آمرية المراسيم العسكرية للمشاركة في هذه الفعالية الفنية الجميلة. حرس الشرف ضبط ولياقة وتدريب ونظام، شباب مبدعون في المسير والحركة وتقديم الأجمل في رحاب الفعاليات الأرضية. يؤدون واجباتهم العسكرية وأبرزها واجبات المشاركة في مراسيم استقبال الرؤساء والملوك والزعماء والوفود الرسمية القادمة إلى البلاد بكل مهارة وانضباط وجمال. وها هم يؤدون اليوم بحسن تدريبهم وجمال أطلالتهم فعالية وطنية عسكرية أمامكم سادة الأكارم. عيد الجيش كلمة جميلة كتبها الآن حرس الشرف بتشكيله الجميل. مئة وثلاثة عمر جيش العراق، عيد فرسان الحرب ورجالها، وانت واقف بيدك تشيل العراق
راية تنومس بجف الشالها، انت واقف بيدك تشيل العراق. الراية تنومس بجف الشالها، الدنيا مهرة وما طحت وش قد عنيد، عقالوا تطيح وقلت خيالها. سنين هاي وشايل امجادك بديك، الدنيا ضدك والعدا وانذالها. سنين هاي تغيروا وما غيروك، الزلم تبقى زلم بافعالها. سنين هاي وقالوا بداعش يطيح، او زلزلت قيعانها على رجالها. استعرضوا خل ديرتك محتفلة بيك، الديرة تتباهى بفعل رجالها. تسوى الاستعراض يا ابن العراق، وصالتك عاشت الدنيا بجالها. شيخ تبقى او صدر ديوان المضيف، او خيمتك ما حد يفل حبالها. انت ذاك العلعدة واقف تصيح، يموت كل من قاعد يدنالها. خلهم يحسبون عمرك كم شهيد، القاع ما تطب ابن هالشالها. انت ذاك ترسمك طيور وتنام، ام من لانك تعيش ببالها. انت يا من حاير التاريخ بيك، او خلصت اقلامها على قوالها. استعرضوا خل ديرتك محتفلة بيك، الديرة تتباهى بفعل رجالها. الديرة تتباهى بفعل رجالها. هاس الشرف عادت هاسر. شكرا لأمرية المراسيم العسكرية ولصنف الموسيقى العسكرية على هذه الفعالية الجميلة، وشكرا لشاعر إعلام وزارة الدفاع المبدع عباس الشحماني على مشاركته الشعرية الوطنية المعبرة بحق جيش العراق وبطولاته الفذة. سيظل سفرك خير ما لصحائف التاريخ يهدى، وقصيدة عصماء ملء محافل التاريخ تزدى. جيش العراق. مرحى للشعب عراقنا العزيز وهو يحتفي مع جيشه الباسل بعيد تأسيسه الأغر. مرحى للشعب الذي يزداد وحدة وتلاحما وأخوة ومحبة، كلما حاول أعداء الحرية أن يبثوا سموم الفتنة بين طوائفه الموحدة. ما فرقونا فالقلوب توحدت، فعشقنا للأرض عشق أباتي. مذ كان فجر الأرض وهي لنا دفء وطين أديمها لصلاتي. على أديم بغدادنا الحبيبة يستمر الفرح العراقي بالذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس جيشنا الحبيب. ويتقدم الآن الرتل الآلي المشارك في استعراض عيد الجيش الأغر، حيث يضم الاستعراض الآلي نماذج مختارة من آليات وعجلات أسلحة وصنوف جيشنا الباسل، وتشكيلات آلية مختلفة من وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب. هذه الطائرة تؤدي الآن التحية. أمر سرب الطائرات. الطائرات
الطائرة المقاتلة F-16 مرت الآن من سماء الاحتفال، وأدى صقرها البطل التحية للسيد القائد العام للقوة المسلحة، وطلب الإذن ببدء فعاليات الاستعراض الجوي. الاستعراض الآلي هذه أولاً عجلة آمر الاستعراض، وخلفه تشكيل المدرع تمثله دبابات برامز M1A1 تمر الآن من أمام منصة التحية. وفي سماء الاحتفال تقترب طائرات سوبر موشاك طائرة التدريب الابتدائي، وهي باكستانية الصنع، لها القابلية على تنفيذ الألعاب الجوية والتشكيل والملاحة الجوية. دبابات برامز M1A1 هذه الدبابة الحديثة، وهي أمريكية الصنع، ذات مزايا عالية من القدرة التعبوية والمناورة والإسناد وسرعة الرمي والسيطرة على النار. اقتربت الآن تشكيلات من الطائرة نوع C-172 طائرة تدريب ابتدائي ذات محرك مجهزة بمقعدين ثابتين، لديها القدرة على الطيران بمختلف الأجواء ليلا ونهارا، مرت الآن من سماء الاحتفال. وهذه الطائرات سيزنا كارافان مسلحة، هذه الطائرات ساهمت بدك أوكار داعش في معارك النصر والتحرير. هذه الدبابة القتالية الرئيسية تمتلك خواصا تعبوية وأسلحة قوية وحماية مدرعة وقدرة عالية على المناورة، فضلا عن احتوائها على معدات رصد عالية الدقة. يعتلي صهوتها مقاتلون بواسل أبطال يديرون دفة نيرانها بكل دقة وتركيز، ويحرزون النجاح يوما بعد يوم. تحية فخر وامتنان إلى فرسان الدروع الغيارة. الآن تشكيل من طائرات القوى الجوية T-6 تمر الآن من سماء الاحتفال. تشكيل مدرع آخر يضم مجموعة من الدبابات الروسية الصنع T-72 والتي تعتبر من الدبابات الرئيسة في الجيوش الشرقية. وتزين طائرات القوة الجوية سماء الاحتفال أسراب من الطائرات المقاتلة والساندة لقيادة القوة الجوية العراقية. إنهم صقور الجو الأبطال، صقور لا تهاب الليل، ترسل الموت والويل إلى كل من يحاول المساس بوحدة وأرض عراقنا الحبيب. طائرات كينجير تمر الآن من سماء الاحتفال، وهي طائرة نقل واستطلاع جوي، لديها القدرة على الطيران بمختلف الأجواء والاستطلاع الليلي والنهاري. تحية من الأعماق لصقور الجو الأبطال.
اقتربت الآن من سماء الاحتفال طائرات سيوان 30، طائرة نقل متوسطة دخلت الخدمة سنة 2010، لها القدرة على نقل قوات منقولة جوا بواقع 120 مقاتل بكامل تجهيزاتهم وبحمولة 15 طن. واقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل عجلات القتال المدرعة BMP-3، وهي آليات قتال روسية الصنع، تمتلك أجهزة ومعدات بصرية ومزودة بمدفع نصف أوتوماتيكي ورشاشات محورية وقنابر دخانية. مرحى لفرسان هذه العجلات المدرعة، وهذا تشكيل لطائرة سيوان 30 تصاحبها طائرات مقاتلة كحماية لها. وتشكيل آخر لطائرات سيوان 30 مصاحبة طائرة المقاتلة L-159 تزين سماء الاحتفال. طائرات عسكرية عراقية متنوعة تحلق في سماء الاحتفال بعيد الجيش الأغر، وهي ترسم على أجنحتها أبهى صور النصر والبطولة، والتي صنعت ولا تزال أروع الملاحم في عمليات النصر والتحرير. مرحى لصقور الجو البواسل المشاركون معنا في عيد الجيش الأغر. التشكيل القادم للمرور من أمام منصة التحية هي عجلات القتال المدرعة BMP-1، وهي عجلات روسية الصنع تحمل مدفعاً من عيار 37 ملم ورشاشة باكتا وصاروخ مالوتكا، وتستخدم لحمل المشاة والصولة على الهدف. تحية لفرسان هذه العجلات القتالية، وهم يعتلونها بكل شجاعة وبطولة. امضي بنا يا موطن الحب الكبير، امضي بنا فبغير دربك لا نسير، سلاما يا عراق. ويقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل ناقلات الأشخاص المدرعة M-113، وهي ناقلة مدرعة أمريكية الصنع مزودة برشاش من عيار 12.7 ملم. هذه طائرات المقاتلة T-50 طائرات كورية الصنع متعددة المهام، أسرع من الصوت من الجيل الرابع وذات تقنية عالية، وتستخدم للتدريب المتقدم والهجوم الأرضي والتعبوي، وكذلك للقتال جو وجو أرض وجو بحر. تحية للصقور الجو الأبطال. ما زالت طائرات القوة الجوية العراقية تشارك في استعراض عيد الجيش الأغر وتزين سماء الاحتفال، فيما يقترب الآن المرور من أمام منصة التحية في الاستعراض الآلي الرتل الآلي لصنف المشاة البطل. عجلات تحمل منظومة صواريخ الجورنيت مقاتلة الدروع، هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 5 كيلومترات. سيمر تشكيل جوي من الطائرات المقاتلة، وسيؤدي تحية الشهداء
نقف جميعا إجلالا وإكبارا ونحن نستقبل تحية الشهداء من صقور الجو الأبطال. هذا هو التشكيل الذي سيؤدي تحية الشهداء، تحية إجلال لشهدائنا الأبرار. كانت هذه تحية الصقور الأبطال لشهدائنا الأبرار، شكرا جزيلا. تتميز هذه الصواريخ بقدرتها على إصابة أهدافها بدقة متناهية، تعود إلى خبرة وشجاعة مستخدميها من رجال صنف المشاة البطل، والذين استطاعوا بهذه الصواريخ وخلال معارك النصر والتحرير من تدمير أكثر من 3000 هدف مختلف، ومن بينها الكثير من العجلات المدرعة المفخخة. تحية لأبطال منظومة صواريخ الجورنيت. لحظات ويبدأ فرسان طيران الجيش باستعراضهم الجوي بطائراتهم السمتية المتنوعة للمرور من سماء الاحتفال. رجال الحديد والنار، رجال المدفعية الأبطال، حيث لا يمكن لأي معركة برية أن تحقق النجاح بدون هذا الصنف البطل. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. هذا هو صنف المدفعية، وههم أبطاله بصحبة مدافعهم المتنوعة العيارات والاستخدامات والأحجام. مدفع حوالي 120 ملم المسحوب، والذي يمكن استخدامه لضرب أهداف على بعد 6 كيلومترات، وهو من مناشئ مختلفة بينها الصربي والأمريكي واليوغوسلافي. مرحلة أبطال صنف المدفعية من العاملين على هذا السلاح. مدفع عيار 122 ملم العلامة دي 30 تمر الآن أيضا برتل المدفعية من أمام منصة التحية. هذه المدافع التي تستخدم للإسناد القريب لقطاعات المشاة والدروع بالنار الساترة التي تستر تقدم القطاعات أثناء الهجوم أو النار الدفاعية، ولها القدرة على صب عدد كبير من القنابل بسرعة وبدقة. وأيضا يضم الرتل الآلي لصنف المدفعية مدفع 152 ملم المسحوب، وهو مدفع إسناد عام ويستخدم في رمي الأهداف كمقرات ومراكز المواصلات وقصف وحدات مدفعية العدو ورمي نيران الإزعاج ومشاغلة الدروع والدبابات. وقد استخدمت قواتنا العسكرية البطلة هذا النوع من المدافع في دحر الزمر الإرهابية من خلال الرمي على عجلاته المفخخة وآلياته وعناصره الإرهابية. وأيضا قاذفات الصواريخ الأنبوبية 122 ملم نوع جراد، وأيضا القاذفة الأنبوبية 220 ملم نوع توزا. هذه الرجمات ضمن تشكيل صنف المدفعية الآلي الذي يمر الآن من أمامكم سادة الأكارم. ويمر الآن تشكيل للمدفع 155 ملم. هذا المدفع الذي يستخدم في تدمير قوات العدو وقطع مواصلاته، وقد استخدمت قواتنا الباسلة في عام 2017 هذا المدفع لضرب مواقع داعش في مدينة الموصل ومدن أخرى أثناء عمليات تحريرها من براثن الإرهاب.
بركت هذه السواعد العراقية البطلة من فرسان صنف المدفعية. أولى الطائرات السمتية لفرسان طيران الجيش تحمل علم العراق وتسبق الطائرات المستعرضة في سماء الاستعراض. طائرات نوع جيت رانجر، طائرات تابعة إلى وحدة معلمي طيران الجيش، وهي طائرات تدريبية تمر الآن من أمام منصة التحية، وتعقبها طائرات نوع بيلجيكس لفرسان طيران الجيش. أسراب من الطائرات السمتية لقيادة طيران الجيش تقترب للتحليق في سماء الاحتفال. إنهم فرسان طيران الجيش ممن اعتلوا صهوة طائراتهم وانطلقوا بها في سماء كل منازلة ليقذفوا بصواريخ الحق على أوكار الباطل ويحيلها هباء منثورا. تحية لفرسان طيران الجيش. مرحبا بتشكيل قيادة الدفاع الجوي، رتل قيادة الدفاع الجوي البطلة، والذي يضم طيفا واسعا من الأسلحة والمنظومات والمعدات الإلكترونية من الصواريخ وأسلحة مقاومة الطائرات بعياراتها المختلفة. وهذه أولا منظومة صواريخ بانسير أسوان الروسية، والتي تعتبر من أحدث المنظومات في تسليح الدفاع الجوي العراقي ومن الركائز الأساسية في بناء قدراته. ستبقى السماء سماءكم أيها الفوارس والصقور، حلقوا فيها بكل شجاعة وعنفوان، فأنتم أسياد الجو وسند الميدان، واهبطوا إلى الأرض بكل سلامة وأمان. ألف تحية لفرسان طيران الجيش. منظومات أخرى تمثل صواريخ أغلاجغيت، وهي من المنظومات الحديثة والمتطورة التي يمتلكها دفاعنا الجوي لتدمير الأهداف الجوية بالارتفاعات الواطئة. وتعقبها منظومة صواريخ أفنجر الأمريكية الصنع، وهي منظومة صواريخ أرض جو قصيرة المدى ذات كفاءة عالية. بورك رجال هذه المنظومة الجوية. ومر الآن تشكيل طائرات طيران الجيش 135 من سماء الاحتفال، فيما مر الرادار الفرنسي ضمن تشكيل قيادة الدفاع الجوي. هذا رادار نوع GM403 يحتوي على منظومة لمعالجة جميع أنواع التشويشات، ويصل مدى الكشف إلى 470 كيلومتر. تحية من الأعماق لفرسان وأبطال الدفاع الجوي. يمر الآن تشكيل يمثل قيادة القوة البحرية البطلة، نوعان من الزوارق يشاركان في الاستعراض العسكري. هذه أولا الزوارق السريعة دافندر، وتستخدم بعمليات التفتيش والرصد، ومزودة بأسلحة متوسطة وخفيفة. النوع الثاني المشارك في تشكيل القوة البحرية هي الزوارق السريعة نوع ربس، والمجهزة بسلاح ساند نوع M240، وتحمل قوة من المشاة البحري والغواصين لتنفيذ عمليات الاستطلاع. كما تمتلك القوة البحرية هناك في قواعدها في محافظة البصرة الحبيبة عددا من سفن الإسناد وسفن الدورية وزوارق الدوريات المختلفة والساحبات ولواء مشاة بحري. تحية حب وامتنان لرجال البحر الشجعان. تشكيل من طائرات T-50 المقاتلة
مر الآن من سماء الاحتفال. ويقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل مديرية الاستخبارات العسكرية البطلة. وهذه أولا عجلات كتيبة الاستطلاع العميق والتي تغول في عمق العدو وفي الأرض الحرام، تنصب الكمائن للأعداء في أرضهم، منتسبوها أبطال بسلاء، قناصون ومقاتلون أشداء، لهم في سوح الوغى ملاحم وعطاء، رجال الاستخبارات العسكرية من كتيبة الاستطلاع العميق. وطني الحبيب، ما زلنا نزرع لك الوفاء في كل دروب، وما زلنا نحمل لك الحب في كل القلوب، فكيف لا تحلق هامتك حيث عرش الكبرياء وأنت سيد الأوطان وملهم الشعراء؟ يا سيد الأرض البهية يا مليك، يا جوهرا يعمي بنوره عاذليك، يا آخر الأمل المحطم عندنا وبداية المجد الرفيع لما يليك، سلاما يا عراق. ما زلنا مع أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية، وهذه الكتيبة 43 العمليات النفسية، هذه الكتيبة الاستخباراتية البطلة التي تأخذ على عاتقها محاربة الإشاعات والدعايا المغرضة لأعداء الشعب والوطن. خبرة كبيرة في هذا المجال يمتلكها بواسل الاستخبارات الأحبة. وهذه كتيبة الطائرات المسيرة التي تطارد وترصد الأعداء في أصعب الظروف والأماكن. تحية لرجال مديرية الاستخبارات العسكرية الأبطال، هذه المديرية المتميزة في عطائها الأمني والتي سجلت عبر واجباتها الكثيرة الناجحة انتصارات في مجال عملها الوطني تضاف إلى انتصارات جيشنا في الميدان. فقد ألقت الاستخبارات العسكرية وخلال عام 2023 القبض على 2860 إرهابياً وقتلت 120 داعشياً في مختلف قواطع العمليات، كما تمكنت مفارزها خلال العام الماضي من ضبط 555 من المخابئ والأنفاق للإرهابيين في مختلف مناطق العراق، كما وتمكنت من قتل 6 ولاة دواعش من أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي. بورك رجال الاستخبارات الغيارة. صنف الهندسة العسكرية يقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية. تشكيل للطائرة المقاتلة F-16 مر الآن من سماء الاحتفال دائما وفي كل مكان. هذا هو شعار أبطال الهندسة العسكرية والتي تأسس صنفها في شهر أيلول من عام 33 والتي سجل مقاتلوها النشامة أروع القصص والملاحم البطولية في سوح الوغى. وهذه عجلاتها الاختصاصية. هذه أولاً العجلة فامتاك إسبانية الصنع لمعالجة العبوات الناسفة وتطهير الطرق، وهي مزودة بذراع خلفي وكاميرا للكشف.
تعقبها العجلة نوع بجر وهي كاشفة للألغام، وتستخدم لمعالجة وتفجير العبوات والسيارات المفخخة. هذه طائرة قاتلة نوع T-50. ما زلنا مع مرور العجلات الاختصاصية لصنف الهندسة العسكرية. هذه عجلة اختصاصية أخرى للهندسة العسكرية نوع هاسكي، تستخدم لتطير الطرق ومزودة بكاميرات ملونة وحرارية لكشف العبوات، بالإضافة إلى 3 أنظمة حماية من الانفجار وكشف تحت العجل لتطير أرض المعركة. ناقلات الجسور المتحركة والتي تستخدم لحمل ونقل وقذف الطواف والزوارق البخارية، وأيضا لنصب ورفع الجسور. وآخر آليات الهندسة العسكرية نماذج من الجسور العائمة مصنوعة من الألمنيوم، والتي تستخدمها الهندسة العسكرية لأغراض الصولة وعبور القطاعات العسكرية. كانت هذه الطائرة المقاتلة F-16، وهي تؤدي مناورات جوية جميلة في سماء الاحتفال. الطائرة نوع T-50 المقاتلة يؤدي صقرها البطل الآن مناورات جوية في سماء الاحتفال. يمر الآن رتل مديرية الاتصالات العسكرية. الاتصالات العسكرية عصب الجيش وقلبه النابض. فالرابح في المعارك هو ما يمتلك آخر هوائي وليس آخر رصاصة. وهذه عجلات الاتصالات الاختصاصية الجوالة والمجهزة بأحدث معدات الاتصالات اللاسلكية الصوتية والفيديوية وبرامج القيادة والسيطرة. وتعقبها منظومات LMR المحمولة نوع شلتر. تعتبر هذه المنظومات مواقع اتصالات متكاملة متنقلة، تعمل على الأقمار الصناعية ذاتية التوجيه وبكافة الظروف، وتستخدم لتأمين الاتصال لجميع الشبكات السوقية والتعبوية. ألف تحية لأبطال الاتصالات العسكرية. يا وطنا خالدا في فؤاد السنين، ويا نجما يتألق في سماء المخلصين، عشناك عيدا منذ الصغر ولا زلت فينا عيدا أغر، ففي جبين الشمس وضعناك وفي عيون الصابرين حملناك. مرحى لك يا عراق ولرجالك المخلصين، وهم يحيون اليوم على ثرى بغدادنا الحبيبة ذكرى تأسيس جيشك العراقي الباسل، وهو استعراضهم الكبير في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة الحبيبة بغداد. تقترب الآن العجلات الاختصاصية لمديرية صنف المعدات الفنية.
ما زال هذا الصقر البطل يؤدي بطائرته مناورات جوية جميلة يزين بها سماء الاستعراض. فيما تمر الآن من أمام منصة التحية الآليات الاختصاصية لمديرية صنف المعدات الفنية. هذه المديرية التي تشكلت في العام 74 من أجل دعم وإسناد قطاعات الجيش العراقي، وذلك من خلال كشف واستراق المعلومات اللاسلكية المعادية وشل منظوماته الإلكترونية. وهذه عجلات تمثل منظومة الاستطلاع الفرنسية TRC والتي تستخدم للاستطلاع والتنصت وإيجاد اتجاه ومواقع بث المحطات المعادية. تحية لصقور الجو الأبطال الذين رسموا على أجنحة طائراتهم أبهى صور البطولة والشجاعة والفداء في معارك النصر والتحرير، فكان لهم دور كبير في صناعة يوم النصر. محطات الاستطلاع والتنصت المحمولة على عجلات عسكرية لصنف المعدات الفنية، وكذلك تمر أيضاً ضمن رتل المعدات الفنية منظومة الاستطلاع والتنصت والمسح الجوال والمحمولة على عجلات خاصة. تحية لأبطال الصنف المعدات الفنية. علمني حبك يا وطني أن في كل الباسقات عطاء، وأي عطاء؟ عطاء المخلصين الأوفياء. وطني يا سيد الأرض ويا شموخ الصاعدين الطالعين مجدا تألق في كل النجوم، فيا من يحيا إذا مات الجميع، ويا من غاب في الفؤاد متوجاً بالنصر والكواكب، فيا وطناً أضاء الظلمات، ويا وطناً أحضانه دجلة والفرات، سلام الله عليك يا وطني. هذه خيولك قرص الشمس مهبطها، أصائل ما لوت أعناقها لجم، يا موطناً ما ذوى من مجده فنن، فيك الشباب وفي أعدائك الهرم. كم قاوموك وكم دارت دوائرهم على ثراك، فكنت الموت فانهزموا. أبا الفراتين يا محراب أدعيتي، يا قبلتي بعد بيت الله يا قسم، يا عراق. رتل مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع يمر الآن من أمام منصة التحية. صنف الطبابة العسكرية الذين نال اهتماماً كبيراً في بناء القوة، واليوم تنمو الطبابة بشكل كبير في الميدان لإكمال منظوماتها كخطوط الإخلاء الطبي بواسطة الطائرات، ونفذت واجبات ناجحة بذلك. كما يتواصل بناء المستشفيات والقاعدة الحديثة لتشكيل الخط السريع في إسناد وحدات القوات المسلحة، وهي نماذج مختارة من عجلات الطبابة العسكرية. رجال مخلصون في أداء الواجبات، إنهم بكل فخر واعتزاز رجال الطبابة العسكرية.
من بين دقات ناقوس الكنائس وتكبيرة المآذن، ومن بين طقوس التعميد على ضفاف النهر وترانيم الوضوء لصلاة الفجر، تنطلق أشعة الإيمان لترسم لنا قداس التآلف في حرم الوجدان، ولتعلن إن صلاة الحب لا تحتاج إلى وضوء عندما يعشق الإنسان. وها نحن عاشقوك يا عراق، فصلاة محبتنا لك قائمة، وأواصر انتمائنا إليك دائمة. أطياف شعبك يا عراق كباقة من الورود بعطرها تتفرد، وبحب أرض لا مثيل لجودها الكل صف للسلام توحد. سلاما يا عراق. أهلا برجال الضبط العسكري، أهلا برجال الانضباط، أمرية الانضباط العسكري تشارك في استعراض عيد الجيش الأغر، رجال الضبط وعنوان الالتزام الذين زودوا بالآليات والعجلات الحديثة لإتمام واجباتهم المختلفة. تحية لرجال الانضباط العسكري الغيارة وهم يشاركون في استعراض عيد جيشهم الأغر. ما زالت هذه الوجوه العراقية المليحة تطل على هذه الأرض المباركة، ويتحمل أثراً لبقايا قبلة جميلة طبعتها قطرات ندى فجر عيدهم الوفاء على جبه غيرتهم السمراء. تلك الجبهة التي تغازلها في كل صباح عيون شمس الرافدين، وتنادمها في كل مساء نجوم السماء وقلوب المحبين. فهنيئا للعراق بجيشه الوفي، وهنيئا للجيش بعراقه الأبي. يقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية الرتل الآلي لجهاز مكافحة الإرهاب. عجلات جهاز مكافحة الإرهاب تستعرض الآن الفخر والزهو والانتصار في عيد الجيش الباسل. ها هم رجال الصولة الأولى، أبطال الميادين ورجال العزيمة والأسرار. لم يدخلوا معركة إلا وكان النصر حليفهم، من جرف النصر إلى الرمادي، مروراً بسليمان بيك وآمرلي، فالفلوجة والتي أذاقوا الإرهاب فيها طعم الذل والهوان. كانت صولاتهم وجولاتهم مضرب الأمثال في تكريت وبيجي،
وشمروا عن سواعدهم فطاش وهيت والرطبة والحويجة والشرقاط والقائم وحصيبة، وكللوا النصر المؤزر في الموصل الحدباء. إنهم أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. هكذا نحن العراقيون، شاء الآخرون أم أبوا، يعانقنا الحب أينما نكون، ويحدو بنا السلام أينما حطت أقدامنا ونبضت قلوبنا. عاشقون بجنون ومغرمون بهيام، كيف لا والحبيب هو العراق. يا أيها النازق الممسوق، يا وطني، يا صخرة أعطبت كل طواحيني، حب لعينيك إن الحب تزكية، من غير حبك في الدنيا يزكيني. حب لكل تراب الأرض في وطني، لكل ذي غيرة حي ومدفوني. تقترب الآن من أمام منصة التحية مدافع تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، عشر من الأعوام في الذود مضت، ذادت عن الأرض دمى الشجعان. عشر من الأعوام والحشد ثبت كالطود في السلم وفي الميدان. ها هم فرسانه ومجاهدوه يشاركون في عيد إخوتهم بواسل جيشنا العراقي. هذه أولا مدافع عسب جناين عيار 73 ملم المضادة للدروع، والتي استخدمها أبطال الحشد ليكتبوا بفوهاتها أحرف النصر المؤسر. يعقبه مدفع عيار 106 ملم المباشر المضاد للدروع، كما وتستعرض في تشكيلات الحشد الآلية السلاح الموجه دارغون والسلاح الموجه تاو. وقد أثبت مجاهدو الحشد الأبطال جدارتهم وشجاعتهم في دقة استخدام هذه الصواريخ وإصابة أهدافها. فهذه الشباب ينابيع الوفاء بها، إخلاصها علقا للمجد عنوانا. وتقترب الآن المدافع المسحوبة من عيارات 122 ملم وعيار 130 ملم وعيار 152 ملم والراجمة الأنبوبية غراتا، ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي المشاركة مع بواسل الجيش في استعراضهم الكبير. أعزك الله يا حشد المروءات، وصانك الحي من باغ ومن عاتي، وقبك الرب أرجاء مهددة بالمارقين وهم شر العصابات. هذا هو الحشد والساحة تعرفه، والتضحيات وإيثار الفتوات. ليرجع الحشد إلا والعلاء له، وراية النصر تعلو في السماوات. مرحى لرجال الحشد المجاهدين الأبطال، وهم صورا جميلة يتغنى بها الشعراء ويفتخر بها الوطن وأهله الأصلاء. يتقدم الآن الرتل الآلي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية البطلة ضمن تشكيلات وزارة الداخلية العزيزة،
يتقدمهم عجلة آمر الرتل والتي تعكس جانب المهارة والإبداع لمنتسبي الشرطة الاتحادية والذين حولوا هذه العجلة من عجلة صالون إلى عجلة مكشوفة لتحمل أمر رتلهم الآلي. تقترب الآن للمرور الناقلات مدرعة نوع بي تي آر، وتعقبها ناقلات مدرعة نوع أي أس في لنقل أبطال الاتحادية في تنفيذ الواجبات القتالية والأمنية المختلفة. تفتخر الشرطة الاتحادية البطلة بمشاركاتها البطولية الفعالة في معارك تحرير جرف النصر والديالة وصلاح الدين وبيجي وسامراء والأنبار والفلوجة والموصل وكركوك. وأيضا يضم الرتل الآلي للشرطة الاتحادية الراجمات الأنبوبية نوع غراتا. وأيضا عجلات مديرية الاتصالات في قيادة الشرطة الاتحادية، عجلات القيادة والسيطرة المتنقلة والتي كان لها تواجد بعمق الميدان كغرف حركات متنقلة للقادة والآمرين. تحية لأبطال الشرطة الاتحادية. يمر الآن التشكيل الآلي لقيادة قوات الحدود. ناقلات وعجلات مختلفة تستخدم لواجبات أبطال الحدود والتي ينفذونها بكل دقة ومهنية وشجاعة وإخلاص. مرحى لكم يا رجال الداخلية الشجعان، يا فرسان الأمن والقانون، يا من تحملون حبكم سنبلة لديمومة الحياة وسيفاً على رقاب الإرهابيين والمجرمين، تزرعون الحياة في كل مكان يحاول القتلة أن يزرعوا الموت فيه. عطر الحياة أمان في ربى وطني ينثر شذاه على كل الميادين. تحية لرجال قوات الحدود الأبطال ولرجال وزارة الداخلية الأحبة. آليات وعجلات القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل تتقدم الآن للمرور من أمام منصة التحية. رجال ونعم الرجال ينفذون الواجبات القتالية تحت شتى الظروف وأقساها، مدربون على كل أنواع القتال والتحمل والصبر والعزيمة. ليلهم كالصباح، وجوههم كالرماح، شاخصة مهللة، باسمة متفائلة، غاضبة مزلزلة، جسورة مقاتلة، يتدربون وكأنهم يقاتلون ويقاتلون وكأنهم يتدربون. فرسان في الميدان لكل بطولة عنوان،
تحية حب وتقدير وامتنان لأبطال القوات الخاصة الشجعان. وتحية محبة وعرفان وامتنان إلى جميع بواسل جيشنا الغيارة وأبطال قواتنا الأمنية العزيزة من فرسان وزارة الداخلية ومجاهدي الحشد الشعبي وأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإلى الجرحى الغيارة الأبطال. وتحية إجلال وإكبار إلى شهدائنا الأبرار. تشكيل من الطائرات السمتية يحمل كوكبة من أبطال القوات الخاصة العراقية وهم يحملون علم العراق الراية الخفاقة في المعالي ويودون التحية العسكرية. بورك رجال القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل. تحية إجلال وإكبار إلى كل شيخ انحنى على عكازة عمره الطويل ولكنه ظل مرفوع الرأس ثابت البنان. وتحية إجلال وإكبار إلى كل أم عراقية عزيزة لم تدع وقت الغروب ينجلي إلا وهي تنشد ترنيمة هذا الدعاء. يا باسط الأرض ورافع السماء احفظ عراقنا الحبيب من كل شر وبلاء. حماك ربي من الأعداء يا بطلا من أجل عينيك ناصيتي سأحنيها. دم في علاك أرى الأعلام قد خفقت في الرافدين ونصر الله آتيها. الرحمة والغفران لشهدائنا الأحبة والسلام على العراق وجيشه وشعبه في هذا اليوم الأغر ذكرى تأسيس جيشنا العراقي الباسل. جزيل الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم على رعايته استعراض عيد الجيش الأغر. وشكرنا لكم جميعا أيها السادة المهنئون الأكارم. يعزف بيننا الآن السلام الجمهوري. نترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.